لا أجر نبغي لا وسام لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوى واية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نهاية وعده، ثم أما بعد، أهلا بكم في ثالث درس من دروس العلوم الصف الأول الإعدادي. نبدأ كده على خير النهاردة إن شاء الله درسنا، نتكلم عن المعادلة الكيميائية والتفاعل الكيميائي. قبل ما نبدأ درسنا النهاردة بنعرف يعني إيه التفاعل الكيميائي، إيه المعادلة الكيميائية. الأول عايزين نعرف الإيثر والتفاعل الكيميائي ده، هل هو مهم في حياتنا ولا هو حاجة غير مهمة؟ لو احنا بصينا كده على الحاجات اللي حوالينا بنلاقي ان في التفاعل الكيميائي بيتم فيه استخدام او بيتم فيه الاستفادة من المواد اللي هي قيمتها قليلة علشان نحصل على مواد قيمتها اكبر، فممكن نحول المواد اللي هي قليلة في الاستخدام لمواد اكتر فائدة. كمان في صناعات كتير بتقوم على التفاعلات الكيميائية كمصدر للطاقة الحرارية والكهربية. زي ايه من الصناعات دي؟ زي صناعة الأسمدة، صناعة بطاريات السيارات، الوقود، البلاستيك، الصناعات الغذائية. كمان عندي صناعة الأدوية. في صناعات كتيرة جدا بتقوم على التفاعلات الكيميائية. طيب نيجي نشوف دلوقتي مثال أو تجربة التفاعل الكيميائي، نفهم منها يعني إيه تفاعل كيميائي. هنشوف كده تفاعل احتراق شريط من المغنيسيوم في جو من الأكسجين. ده رابط الفيديو، طبعا احنا مش هنعرضه، ممكن تفتحوه، افتحوا الرابط شوفوه. دي تجربة احتراق شريط من المغنيسيوم في جو من الأكسجين. الفيديو ده عشان نرجع نكمل شرح إن شاء الله. التجربة شوفنا زي ما شوفنا كده في التجربة إن الجو تم احتراق شريط من المغنيسيوم، طبعا المغنيسيوم ده مادة صلبة في الغاز، لما احترق في جو من الأكسجين حصل إيه؟ هذا متكون عندي مادة جديدة خالص لونها أبيض زي المسحوق، مسحوق أبيض لمادة جديدة غير اللي دخلت في التفاعل، غير الأكسجين وغير المغنيسيوم اللي دخل في التفاعل. اسمها ايه؟ اسمها اكسيد المغنيسيوم، ام جي او، رمزها ام جي او. يبقى لما اجي اقول يعني ايه تفاعل كيميائي، التفاعل الكيميائي هو عباره عن كسر الروابط الموجوده في ذرات جزيئات المواد المتفاعله وتكوين روابط جديده بين ذرات جزيئات المواد الناتجه من التفاعل. يبقى بنشتغل على حاجتين، روابط المواد المتفاعله بتتكسر وبتتكون روابط جديده بين جزيئات المواد الناتجة. يبقى تاني كده ايه هو التفاعل الكيميائي؟ MgO، MgO. يعني درس المرة اللي فاتت شكله كده متفهمش، ان شاء الله المغنيسيوم ثنائي والأكسجين ثنائي، MgO. طيب يبقى التفاعل الكيميائي هو عبارة عن ايه؟ كسر الروابط الموجودة بين ذرات جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة بين ذرات جزيئات المواد الناتجة من التفاعل. طيب شوف احنا لما اتكلمنا عن احتراق شريط المغنيسيوم في الأكسجين حكينا قد ايه؟ الصبح نتكلم ودخل المغنيسيوم واحترق لما اشعلته واحترق وبعدين تكونت مادة جديدة، مادة جديدة أبيض، وده مركب اسمه أكسيد المغنيسيوم. طب انا ممكن اعبر عن الكلام ده كله بحاجه كده رمزيه اسمها ايه؟ اسمها المعادله الكيميائيه. المعادله الكيميائيه دي زي ما ايه مسمى او ده رمز في التفاعل الكيميائي، وعباره عن مجموعه من الرموز والصيغ الكيميائيه بتعبر عن ايه بقى؟ جزيئات المواد الداخله في التفاعل وكمان المواد الناتجة من التفاعل. طب لو نفتكر كده احنا التفاعل اللي احنا خدناه ده من شوية اللي هو احتراق المغنيسيوم في الأكسجين،
كان عندي ايه شرط، وإلا خلى المغنيسيوم تفاعل مع الأكسجين أصلا. أنا عملت الإيه للمغنيسيوم؟ عملت له احتراق، عملت احتراق لشريط المغنيسيوم، عشان كده حصل التفاعل ما بين المغنيسيوم والأكسجين. يبقى ده بنسميه شرط حدوث التفاعل. يبقى المعادلة الكيميائية بتضم كل الكلام ده بتعبر لي عن التفاعل الكيميائي. يبقى تاني كده نقول ايه هي المعادلة الكيميائية؟ هي عبارة عن مجموعة من الرموز والصور الكيميائية تعبر عن ثلاث حاجات: جزيئات المواد الداخلة في التفاعل، وكمان المواد الناتجة من هذا التفاعل، والحاجة الثالثة اللي هي شروط حدوث التفاعل إن وجدت. شروط حدوث التفاعل إن وجدت، لأن في أحيانا تفاعلات مش محتاجين ليها إيه شروط حدوث التفاعل. في شرط مهم جدا في المعادلة الكيميائية إن هي تكون إيه موزونة. يعني إيه معادلة موزونة؟ يعني عدد الذرات العنصر الداخلة في التفاعل تكون مساوية لعدد ذراته اللي ناتجة من التفاعل. ناخد كده مثال: أنا عندي مغنيسيوم دخل في التفاعل، عندي كم ذرة؟ ممكن المعادلة اللي قدامنا دي عندي ذرتين، المفروض يطلعوا كام عشان تبقى المعادلة موزونة؟ عندي يطلعوا اتنين. يبقى دخل عندي اتنين مغنيسيوم يطلعوا عندي اتنين أهو. طيب الأكسجين دخل كام عندي كام ذرة؟ برضه اتنين. يبقى يطلعوا عندي كام؟ يطلعوا اتنين. ليه ما طلعش حاجة بس؟ أهو أهو الاثنين دي مضروبة في الجزء كله اللي هو MgO. MgO ده الجزئين على بعض مرتبط مع بعض، المغنيسيوم والأكسجين. فلما نحط اتنين ذرة معناها اتنين مغنيسيوم، زي ما بناخد كده في الرياضة عملية الضرب يعني. لا مش لازم. طيب الحمد لله. طيب إذا كده نيجي نشوف الكلام بتاع تعريف المعادلة الكيميائية على المعادلة اللي قدامنا دي. المعادلة عبارة عن إيه؟ رموز عناصر أهي، وكمان صيغ ومركبات. هي دي كلمة في الطلب. عندي رموز عناصر وصيغ ومركبات لمين؟ مواد المتفاعلة والمواد الناتجة من التفاعل. وإيه تاني عندي في المعادلة؟ وعندي كمان شروط التفاعل. أهو المثلث ده معناه احتراق. معناها موجودة يعني إيه؟ إن عدد العناصر الداخلة في التفاعل تكون مساوية لعدد ذراته الناتجة من التفاعل. تمام كده؟ تبع قانون بقاء الطاقة إحنا أخدناه في الأول، بيقول ايه؟ يقول ان المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، مش كده؟ في نفس المكان. طيب ازاي بقى نوظف او نستخدم قانون بقاء الطاقة ده او بقاء المادة في المعادلة الكيميائية؟ اعمل بيه ايه يعني؟ هستخدمه ازاي؟ هقول ان ايه؟ مجموع كتل المواد الداخلة في التفاعل يساوي مجموع المواد الداخلة في التفاعل. مفيش حاجة عندي ضربت إلى العدم يعني. ومجموع كتل المواد الداخلة في التفاعل يساوي مجموع كتل المواد الناتجة من التفاعل. نيجي نحسب الكلام ده على معادلة احتراق المغنيسيوم في الأكسجين. المغنيسيوم الوزن بتاعه 24، أو الوزن الكتل بتاعه 24. نحسب كده المواد المتفاعلة هتساوي كام؟ عندي المغنيسيوم 24. طيب يعني لو هو قال لك اثبات الكلام ده كده يجيب لك العدد الكتلي للذرات في كل الذرات اللي هي داخله في الذرات العناصر اللي داخله في التفاعل. يعني لو جالك مثلا معادله زي كده وقال لك اثبت من خلال المعادله دي عرفت منين عدد الكتل 24؟ كم سنة ليا يا أحمد؟ طيب يبقى هنحسب ازاي موضوع قانون بقاء المادة في المعادلة دي؟ يبقى هحسب كتلة المواد المتفاعلة. أنا عندي اتنين مغنيسيوم، كتلة الذرة الواحدة من المغنيسيوم 24، يبقى 2 في 24، 2 في 24 زائد
عندي بعد كده جزيء اكسجين، جزيء الاكسجين فيه ذرتين اكسجين، يبقى اثنين عدد الكتل اثنين في ستاشر، اثنين في ستاشر هيساوي كام بقى الكلام ده كله؟ اثنين في اربعة وعشرين دي تمانية واربعين، زائد اثنين في ستاشر اثنين وثلاثين، يطلع الناتج، يطلع الناتج كام؟ يطلع تمانين. نجيب الكلام ده كده عشان يبقى واضح. خلاص كده بقى حسبنا أول خطوة اللي هي كتلة المواد المنتفعة. نيجي نحسب بعدين كتلة المواد الناتجة، تساوي كام؟ عندي ايه المواد الناتجة؟ عندي 2MgO اتنين جزيء أكسيد المغنيسيوم، أجي أحسب كده اتنين بتاعة الاتنين جزيء ش، أجي أحسب بقى كتلة الجزيء الواحد من أكسيد المغنيسيوم، المغنيسيوم بكام؟ 24 كتلته زائد الطلاع زائد 16 ماشي، نيجي تاني يا مان شو ايدك يا مان، 24 زائد 16 يساوي اتنين في اربعة وعشرين زائد ستاشر هيساوي اربعين، هيساوي تمانين. يبقى كده انا خرجت من الكلام ده ان كتلة المواد المنتفعة تمانين وكتلة المواد الناتجة برضه تمانين. يبقى كده انا اثبت قانون بقاء المادة او إن المعادلة الكيميائية المنظومة بتحقق قانون بقاء المادة. نشوف بقى ليلى وإيه اللي أنت مش فاهماه بالظبط يا ليلى ونجيب تاني. الجزء ده بصي يا ستي، لو بقول دلوقتي إن أنا هعمل المعادلة الكيميائية المنزولة، ماشي ماشي، هنقول من الأول تاني، المعادلة الكيميائية المنزولة، يعني إيه المعادلة الكيميائية المنزولة؟ يعني دخل عندي اتنين أكسجين يطلعوا اتنين أكسجين، دخل عندي اتنين صوديوم يطلعوا اتنين صوديوم، دخل عندي عشرة هيدروجين يطلعوا عشرة هيدروجين، ميدخلش مثلا تلاتة فضة مثلا يطلع واحد، ده كده المعادلة الكيميائية ايه مش موزونة. معايا كده لغاية دلوقتي؟ طيب تمام، المعادلة الكيميائية الموزونة دي بتحقق قانون بقاء المادة. يعني ايه قانون بقاء المادة؟ يعني المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، يعني مفيش حاجة عندي بتضيع كده من الآخر. فأنا هيدخل عندي كتلة مواد متفاعلة 50 وتطلع عندي كتلة مواد النتيجة برضو 50، مش هتتغير عندي في التفاعل قدامنا ده اللي هو احتراق شريط المغنيسيوم في الجو من الأكسجين، دخلت عندي كتلة المواد المتفاعلة ده دخلت 80، طلعت برضو عندي كام في المواد الناتجة؟ 80. ده كده أنا أنتج إيه؟ أو أنا أثبت إيه؟ إن المعادلة الكيميائية الموزونة بتحقق قانون بقاء المادة. المعادلة الكيميائية الموزونة بتحقق قانون بقاء واحد ولا لسه؟ الحمد لله. طب ناخد كده مثال بدل شوية. كان بتروح تشتري خضار، شو تشتري خضار؟ أو بتروح مثلا السوبر ماركت
او جايب الماركت الكبير، بتقولي مثلا عايزة 2 كيلو طماطم، ماشي، او 2 كيلو جبنة يا ستي، يلا ما علينا. الراجل بيعمل ايه؟ يجيب لك الطماطم مثلا او الجبنة الوزن اللي انت عايزاه في الكفة التانية، لو اداكي جبنة او طماطم اكتر من الميزان يبقى هو خسران، يبقى كده الدنيا مش موزونة معاه. ولو اداكي اقل يبقى انت اللي خسرانة وضحك عليكي، علشان محدش يبقى فيكم خسران. يحصل ايه؟ يحصل ان الاتنين يبقوا متوازنين. فده نفس الكلام اللي احنا بناخده في المعادلة الكيميائية، ان الكفة بتاعت المواد المتفاعلة اللي هي كتلة المواد المتفاعلة تبقى قد كتلة المواد الناتجة من التفاعل. بالظبط، هو اداكي اللي هي الخاصة. طيب الحمد لله، لازم نستخدم في التماطم، ماشي يا عم. طيب قبل ما ندخل على التفاعلات الكيميائية، هناخد كده كام مثال عشان نعرف ازاي نوزن معادلة كيميائية. لو انا عندي معادلة كيميائية مش موزونة، اعمل ايه؟ انا دلوقتي عرفت ان س زائد ص طلع يديني عين، طب انا كتبت المعادلة وفي الاخر طلعت مش موزونة، اعمل ايه؟ احط ايدي كده على خدي واقعد ساكت؟ لا، اوزنها انا بايدي. نيجي نشوف كده أول مثال، عندي تفاعل إن A إن 3 إداني تحول كده انحلال أو تفكك إن A زائد إن 2 بناء على الكلام اللي إحنا شرحناه ده من شوية. ليه صعب؟ نحسب كده كم ذرة صوديوم دخلت وكم ذرة صوديوم خرجت، دخلت وكم ذرة نيتروجين خرجت، وبناء على الكلام ده هنقدر نعرف إذا كانت فعلا المعادلة دي اللي قدامي موزونة ولا هي المعادلة غير موزونة. طب إيه اللي مش مظبوط فيها؟ في عندي ذرة نيتروجين ناقصة، أنا دخلوا 3 أهو طلعوا 2، مش كده؟ دخلوا 3 ذرات طلعوا 2، يبقى موزونة؟ لأ طبعا. يبقى هوزن إزاي بقى؟ بص كده مع بعض، لو انا قلت ضربت هنا في 3 هنا في 2 كده اتظبط النيتروجين، تو ام اي ام 3 يبقى 2 في 3 ادي 6 اهو، تمام. وطلع عندي 3 ام 2، 3 في 2 برضه ب 6، يبقى اتظبط كده النيتروجين طلعوا 6. ليه بس؟ مش فاهمين، احنا دلوقتي ماشيين خطوة خطوة، عندي معادلة مش موزونة، قلت عليها مش موزونة إن في عندي عنصر عدد ذرات دخل 3 و نيتروجين، ده كده مش موزونة. احنا واخدينها كمثال ازاي اوزن المعادلة، وانا ضربت 2 هنا و3 الناحية التانية علشان يحصل ايه؟ يحصل توازن ما بين 2، ماشي، ضربنا هنا في 2. طيب تمام، ماشي. بص يا شباب، طلعنا دلوقتي لما انا احط 2 خالص على ايدي الشمال زي كده، دي معناها ايه؟ معناها عندي 2 جزء من اللي هو قدامي ده اللي هو ان ايه؟ ان 3، ماشي. لكن لما اقول ان 3 التلاتة تيجي بعد الرمز، دي معناها ان النيتروجين بس هو اللي تلاتة، ملهاش دعوة بالصوديوم، التلاتة دي ملهاش دعوة بالصوديوم، ليها دعوة بالاتنين بالان بس. واضحة لغاية دلوقتي؟ طيب ايه هي النيتروجين؟ لو انا قلت 3 ان 2، ايه الفرق بين التلاتة والاتنين؟ الفرق هنا الاتنين دي معناها ايه؟ معناها عندي جزيء نيتروجين بيتكون من ذرتين نيتروجين ان 2، ده جزيء نيتروجين ان 2. لكن لما اقول 3 ان 2، لما اقول
نقول 3 ان 2 معناها ايه؟ معناها 3 جزيئات نيتروجين، 3 جزيئات نيتروجين. يبقى ان 2 دي كانها حاجه واحده بس. يبقى لما اجي اقول 3N2 دي معناها كام ذرة نيتروجين من مين؟ أنا عندي 3 جزيئات، كل جزيء فيه ذرتين، عندي 3 جزيئات، كل جزيء فيه ذرتين. يعني بقول أنا عندي شقة فيها 3 أوض، كل أوضة فيها سريرين، يبقى عندي كام سرير في الشقة كلها؟ عندي شقة فيها 3 أوض، كل أوضة فيها سريرين، يبقى الشقة كلها فيها كام سرير؟ يبقى فيها 6 سرير. زي بالظبط يعني ناخد مثال، طالما مثال السراير حلو ده. طيب ناخد مثال هنا الـ NA N3، هنفترض إن هي أوضة فيها دولاب وثلاث سراير، يلا دولاب وثلاث سراير. لما اقول 2 يبقى انا عندي اوضتين كل اوضه فيها دولاب وثلاث سراير، كده وضحت؟ يبقى عندي اوضتين كل اوضه فيها دولاب وثلاث سراير، يبقى عندي كام دولاب وكام سرير في الاوضتين؟ يبقى عندي 6 سراير ودولابين. طيب الحمد لله. طيب نرجع بقى للمعادلة بتاعتنا كده، احنا وزننا النيتروجين، وزننا ربنا يديك يا عمال. ماشي ماشي، وهي دي روح الاخوة، تلاقي اتنين اخوات كده ماسكين في خناق بعض وبيعضوا في بعض وشدوا شعر بعض. نرجع للمعادلة بتاعتنا، نرجع للمعادلة بتاعتنا خلاص. كان في النيتروجين توازن 6 داخلين 6 خارجين، 6 ذرات نيتروجين 6 ذرات خارجين. طيب الصوديوم بقى اخباره ايه؟ الصوديوم كم ذرة صوديوم دخلت وكم ذرة صوديوم خرجت؟ دخل 2 صوديوم، خرجوا كام؟ خرجت ذرة واحدة، يبقى دخل عندي ذرتين اهو، خرجت عندي ذرة واحدة. طبعا ليه؟ عشان نظمنا، عشان يبقى 2 قصاد 2، أهو حاضرة الصوديوم في 2، يبقى 2NA، يبقى 2NA مش 2N، 2NA خلاص؟ نشوف المعادلة المعبرة، نشوف المعادلة اللي بعدها. عندي الصوديوم والكلور، تفاعل الصوديوم مع الكلور، إن هي زائد سي إن تو يديني إن إيه سي إيه، تكوين كلوريد الصوديوم اللي هو ملح الطعام. نيجي نشوف المعادلة دي يا ترى هي موزونة ولا مش موزونة، عشان نبدأ نوزن المعادلة لو هي مش موزونة مش موزونة. طيب نيجي نشوف كده ازاي انا اوزن المعادلة دي. عندي الصوديوم ايه، دخل ذرة خرج ذرة، مركز يا شباب مركز، دخل ذرة الصوديوم خرجت ذرة ثلاث مرات. طيب بالنسبة للكلور، الكلور دخل 2 اهو، خرجوا كام؟ خرجوا 1، يبقى لازم اوزن المعادلة، يبقى اروح اضرب 2NaCl، 2NaCl كده الكلور اتظبط، بقى عندي 2 كلور داخل واثنين كلور خارجين. طيب نرجع كده الصوديوم بقى ايه، مش مظبوط، خرج 2 في 1 داخل، يبقى اروح عاوز ايه؟ اروح اعمل ايه؟
الحجر بالصوديوم اللي هو في المتفاعلات 2، يبقى 2Na زائد Cl2 يديني 2NaCl. كده أنا نظمت المعادلة بتاعتي. سهلة ولا لسه؟ طيب كده نيجي نشوف المعادلة كمان اللي بعدها. تفاعل النسيم مع المية Li زائد H2O يديني LiOH زائد H2. عندي النسيم دخل ذرة، دخل ذرة، خرجت ذرة، الهيدروجين دخل اثنين، خرج اثنين، ثلاثة، خرج ثلاثة، يبقى دخل عندي اثنين هيدروجين، خرجوا ثلاثة، الأكسجين دخل واحد، خرج واحد، كده عندي الهيدروجين مش مظبوط. نكسب تاني؟ مش موزون. يوزن نحن لنا. طيب نعمل ايه عشان نوزن؟ طيب لو احنا ضربنا 2 ال اي او اس، احنا ضربناه في 2 او اس، يبقى كده عندي كام اتش؟ ادي 2، يبقى 2 في الجزء ده اهو. احنا قلنا الاثنين اللي بره دي معناها 2 للجزء كله، يبقى 2 اتش، وعندي هنا 2 اتش ب 4. طب هنا عندي داخل كام؟ 2، يبقى هضرب هنا 2 برضه، يبقى 2 اتش او 2 اتش 2 او. كده انا ظبطت الهيدروجين. الاكسجين اخباره ايه؟ عندي 2 اهو، 2 بره مرمها، يبقى 2 او، هنا برضو عندي 2 او. طيب النسيا دخل واحد خرج 2، يبقى لازم نعمل ايه بقى كمان؟ اضرب، اضرب في 2. كده انا ظبطت المعادله بتاعتي، يبقى 2 Li زائد 2 H2O يديني 2 Li OH زائد H2. نشوف اللي بعدها، نشوف المعادلة اللي بعدها. CH4 زائد O2 يديني CO2 زائد H2O. عندي هنا الكربون ذرة واحدة سي، خرجت عندي برضه ذرة. طيب الهيدروجين هنا عندي 4، خرجوا عندي 2، يبقى مش موزون. أعمل إيه بقى عشان أوزنه؟ هنا عندي 4، خرجوا 2، يبقى هعمل إيه؟ يبقى هضرب H2O في 2، يبقى 2H2O، 2H2O. نراجع كده تاني، يبقى كده الهيدروجين 4، خرج 4، الأكسجين أدي هنا 2 في الـ H2O، وعندي 2 في الـ O2 في الـ CO2، يبقى كده ماشي. إحنا قلنا إن هي بتيجي على شمال الرمز اللي هي قبل ما نكتب الرمز، دي معناها ايه؟ معناها ان دي تبع الجزء كله. يعني احنا كده خدنا مثال الاوض وفيها الجوانب والسراير، ماشي؟ لكن اللي بتيجي في الاخر دي بتبقى خاصة بالرمز، اللي هي بتيجي على يمين الرمز تبقى ليها علاقة بالرمز نفسه. نص الجزئين يعني مثلا نص CH4 مثلا، ده تقصده؟ في نص المركب
يعني زي H2O كده. دي معناها ايه بقى؟ معناها ان جزيء الميه ده بيتكون من ذرتين هيدروجين مع ذره اكسجين، يبقى الاثنين دي تبع الهيدروجين بس. طيب يبقى كده عندي، نرجع للاكسجين كده عايزين ننزله، انا طالع عندي في CO2 ذرتين، وال H2O عندي كمان ذرتين، يبقى كده عندي 4 اكسجين، لكن عندي داخل 2، يبقى هعمل ايه؟ ايوه نضرب ال O2 في 2، يبقى 2O2. كده المعادلة بتاعتي اتوزنت، يبقى CH4 زائد 2O2 هيديني CO2 زائد 2H2O. نشوف آخر معادلة معانا، هو CaO اللي هو أكسيد الكالسيوم زائد H2O المية هيديني هيدروكسيد الكالسيوم CaOH2. الكالسيوم دخل عندي ذرة، تاني عندي كام؟ كالسيوم ماشي، هنشوف دخلت ذرة خرجت عندي ذرة برضه، يبقى كده الكالسيوم تمام. طيب الأكسجين عندي هنا ذرة ودي ذرة، يبقى اتنين، دخل عندي ذرتين، خرج كام بقى؟ اتنين مضروبة في الـ OH، يبقى عندي اتنين برضه أكسجين، يبقى كده الأكسجين مظبوط. طيب الهيدروجين، دخل عندي 2 H2، خرج برضو كام؟ 2، دخل 2 وخرج 2، يبقى كده عندي كل العناصر عدد ذراتها متساوية في المتفاعلات ومتساوية في المواد، يبقى المعادلة عندي موجودة. عشان أغلطكم، أيوه وضع كده، ازاي انا بوزن المعادلة الكيميائية لو جت لي معادلة في الامتحان ما هياش موزونة، اوزنها ماشي اتفضل. احنا قلنا قلنا دلوقتي لو ان الرقم موجودة على شمال رمز العنصر زي 2NA، دي معناها ايه؟ هنركز الرقم الأكس لحسن هقفل الشاشة بعدين. ايوه بالظبط كده. طيب نشوف اللي فوق، طيب 2NaN3 دي معناها ايه برضه؟ معناها عدد الجزيئات زي ما قالت فاطمة، يبقى الاثنين دي معناها عدد الجزيئات المركب اللي بعد كده. يبقى الاثنين دي تبع كل الرمز اللي ان شاء الله يا رب نكون مستخدمين، دي فيها 10 رموز. خلاص كده خلصنا من اللي بيجي على الشمال. طيب اللي بيجي على اليمين زي ال N3، يبقى دي حاجة خاصة بالنيتروجين لوحده، ملهاش دعوة ببقية رمز الجزيء. أيوه يبقى عندي كده إيه؟ 3 ذرات نيتروجين. هنا مثلا في ال H2O يبقى ذرتين هيدروجين. بالظبط كده. ال OH هنا يبقى الاثنين دي تبع ال OH بس مالهاش دعوة بال CN. سمعت؟ يبقى لو على الشمال يبقى تبع الرمز كله بقى، تبع
طنز الجزيء كله او الصفه الكيميائيه بتاعت الجزيء كله، تبقى تبع الرمز اللي هو قبلها على طول. خلاص نكمل بقى الجزء الثاني من الكيميائي، التفاعلات الكيميائية. في عندي أنواع كتيرة من التفاعلات الكيميائية، هناخد نوع واحد منها بس اللي هو تفاعلات الاتحاد المباشر. تفاعلات الاتحاد المباشر ببساطة تبقى يعني إيه اتحاد مباشر؟ يعني مادة ومادة ثانية يروحوا يرتبطوا مع بعض ويكونوا مادة جديدة. ده معنى اتحاد مباشر. ايوه بالظبط كده. طيب يا ترى المادتين دول بيكونوا ايه؟ ممكن يكون عنصر مع عنصر، ممكن يكون عنصر ومركب، ممكن يكون مركب ومركب. مع عنصر زي مثلا احتراق المغنيسيوم في الاكسجين اللي احنا خدناه من شويه. Mg2Mg زائد O2 بالحرارة أو بالاحتراق هيديني 2MgO كون المادة دي، هو ده اتحاد مباشر عنصر مع عنصر. شوف المثال اللي هو جايبه هنا عندي اللي هو تفاعل الكربون مع الأكسجين، ده تفاعل اتحاد مباشر لعنصر مع عنصر، كل واحد منهم عنصر لا فلزي، كربون زائد أكسجين على السهم عندي شرط التفاعل حرارة اللي هو مديني رمز المثلث ده، هيديني مركب جديد اللي هو ثاني أكسيد الكربون C زائد O2 بالحرارة هيديني C O2. أكيد أي عنصر من عنصر هيديني مركب. ليه بقى؟ لأن هما مختلفين عن بعض ببساطة. يعني الكربون غير الاكسجين، فاكيد ان هتيجي بقى حاجه ما هياش عنصر تبقى ايه؟ مركب. تمام كده اسماء؟ يبقى كده احنا خدنا اول نوع من انواع تفاعلات الاتحاد المباشر اللي هو تفاعل عنصر او اتحاد مع عنصر. شوف اللي بعده اللي هو عنصر مع مركب. عنصر مع مركب زي ايه؟ عنصر مع مركب تفاعل الاكسجين مع غاز او اكسيد الكربون 2CO زائد O2 هيديني 2CO2 غاز ثاني أكسيد الكربون، اتحاد أكسجين مع أول مع غاز أول أكسيد الكربون هيديني غاز ثاني أكسيد الكربون. آخر تفاعل معانا اللي هو تفاعل من تفاعل الاتحاد المباشر اللي هو تفاعل اتحاد مركب مع مركب، ايه اهميتها في حاجاتنا؟ اللي احنا قلنا من شويه ان انا عندي التفاعلات الكيميائيه لها اهتمام في حياتنا اليوميه بتسقط فيه كثير من الصناعات، فانا المفروض يكون عندي خلفيه عن أنواع التفاعلات الكيميائية اللي هي بتحصل دي. صناعة الأدوية، البلاستيك، الوقود، الأسمدة، مش ده المصيبة. يعني دلوقتي اللي بيعمل مصنع أسمنت مثلا ولا مصنع أسمنت هو خريج كلية صيدلة؟ اللي بيعمل مصنع بلاستيك هل هو خريج صيدلة؟ ماشي، انت مش يا ست، حتى الأسماء انت مضر بالصحة، حتى لو عشان تبقي عارفة الدنيا ماشية ازاي، يعني ما قلتلكيش روحي اعملي تفاعلات كيميائية، بس انت في البيت عندك مثلا الأدوية تبقى عارفة ازاي بتتركب. افتحي سوبر ماركت يا ستي. نشوف تفاعل مركب مع مركب. عندي تفاعل لمركبين، المركب الأول اللي هو محلول الأمونيا اللي هو NH4
محلول من شغل معلش اللي هو NH3 محلول NH3. طبعا هقفل الشاشة عشان شكلكم كده ايه مش مركزين. NH3 كويس، وهجيب ساق مبللة بحمض غير الكلوريد، يبقى هعمل تفاعل مين مين مين. بين غاز المشادر اللي هو NH3 وحمض الهيدروكلوريد، غاز المشادر وحمض الهيدروكلوريد بيتفاعلوا مع بعض، يتحدوا مع بعض ويكونوا عندي كلوريد الأمونيوم، مادة جديدة خالص شكلها زي بيبقى ليها شكل السحاب الأبيض أو بتتكون من سفر بيضاء اللي هي كلوريد الأمونيوم. كلوريد الأمونيوم، واحنا جينا شفنا عامل المعادلة أو المعادلة الكيميائية بتاع التفاعل ده، بنلاقي إن هي بنشاهد إذا حد وايد الكلوريد أو بيجيني كلوريد الأمونيوم اللي هي عبارة عن صحة بيضاء NH3 زائد HCl بيجيني NH4Cl بيجيني NH4Cl. خلينا نشوف أهمية التفاعلات الكيميائية في حياتنا. كل التفاعلات الكيميائية في حياتنا أساسي، كمان بنقدر نحضر آلاف من المركبات اللي بتستخدم في صناعات كتيرة زي صناعة الأدوية، صناعة الأسمدة، صناعة البلاستيك. لكن التفاعلات الكيميائية دي برضه بيكون ليها جوانب سلبية وضارة، بتلوث البيئة، عشان كده لازم ناخد بالنا ونتوخى الحذر ونبتعد عن التفاعلات اللي هي بتسبب آثار سلبية للإنسان أو للبيئة. نشوف أمثلة للتفاعلات اللي بتلوث البيئة. عندي احتراق أكاسين الغازات زي أكاسين الكربون، نتيجة الاحتراق عندي أكاسيد الكربون بتنتج من احتراق الوقود. دي بتعمل ايه او بتسبب ايه او ايه ضررها للبيئة؟ بتعمل ارتفاع في درجة حرارة الجو اللي هو بيسمى او بيعرف بالصودا الزجاجية او الاحتباس الحراري، ان شاء الله لما تاخدوها هتاخدوها في سنة تانية. بيعمل ايه؟ زيادة نسبة غاز ثاني اكسيد الكربون في الجو، ان هو بيحبس الاشعة الحرارية اللي هي الاشعة تحت الحمراء بتاعت الشمس في الغلاف الجوي، وبيمنع خروجها إلى الفضاء الخارجي. بالتالي بيحصل ارتفاع في درجة حرارة الجو، وده ليه أضراره. إن شاء الله ناخد الكلام بالتفصيل في سنة تانية إعدادي. عندي كمان من أكاسيد الكربون اللي هو غاز أو أكسيد الكربون اللي هو رمزه CO، وده غاز ضخم يسبب تلوث للبيئة وكمان شديد الخطورة على الإنسان، بيسبب للإنسان صداع، إغماء، آلام حادة في المعدة، ممكن يؤدي إلى الوفاة لو كانت النسبة كبيرة اللي تعرض لها الإنسان. يبقى ده بالنسبة لأكاسيد الكربون. بالنسبة لأكاسيد الكبريت، عندي ثاني أكسيد الكبريت اللي هو SO2، ثالث أكسيد الكبريت اللي هو SO3. دي غازات حمضية بتسبب تغير في الجهاز التنفسي داخل المنشآت، بتلاقي دلوقتي منتشر أمراض الربو وأمراض الجهاز التنفسي أساسية بأنواعها. عندي بعدين أكاسيد النيتروجين، دي بتتولد أو بتنتج لما بيحدث البرق أو بيكون مصاحب للمطر، ودي غازات سامة حمضية برضه بتسبب تغير في الجهاز العصبي والعين. احتراق الفحم والألياف السموزية زي الورق والسجاير بيسبب تلوث الهواء بمواد سامة، وبيسبب كمان تلوث بيسبب إصابة الإنسان بسرطان الرئة. يبقى نراجع كده الدرس بتاعنا، اتكلمنا عن ايه النهاردة، اتكلمنا عن تعريف التفاعل الكيميائي.
نمو كسر الروابط الموجودة بين ذرات جزيئات المواد المتغيرة وتكوين روابط جيدة بين ذرات جزيئات المواد الناتجة من التفاعل. المواد الكيميائية هي مجموعة من الرموز والصيغ الكيميائية تعبر عن جزيئات المواد المتأثرة في التفاعل والمواد الناتجة من هذا التفاعل وكذلك شروط التفاعل الناتجة. لازم تكون المعادلة أولا. أنواع التفاعلات الكيميائية خدنا منها نوع اللي هو بتاعنا التحالف المباشر عنصر مع عنصر زي تفاعل الكربون مع الأكسجين وتكوين غاز ثاني أكسيد الكربون، عنصر مع مركب زي تفاعل أو أكسيد الكربون مع غاز الأكسجين لتكوين غاز ثاني أكسيد الكربون، تفاعل مركب مع مركب تفاعل غاز متشابك، مع حل مواد الكلوريد لتكوين كلوريد وعلم رغم إن التفاعلات الكيميائية لها دور إيجابي ومهم في حياتنا إلا إن آثار سلبية على الإنسان وعلى البيئة. كده في أي حاجة مش واضحة في الدرس، اللي عنده أي سؤال الكلام اللي إحنا شرحناه أو أي حاجة مش مفهومة عشان نبدأ كده ناخد التدريبات. صعب شوية طيب مش هتفهم الأسماء. كلوريد الأمونيوم قلنا ده بيتكون من المواد ال NH4 Cl، ده رمز كلوريد الأمونيوم. مكوناته نجيب المعادلة طيب NH3 زائد HCl يدينا NH4 Cl. دي معادلة ادي المشادر مع حمض الهيدروكلوريد اتحدوا مع بعض حمض مباشر وكونوا كلوريد الامونيوم NH4Cl. تمام، معادلة اتحاد مباشر مثلا احنا قلنا احنا هنضيفهم على بعض، يعني هنا عندي الاتش هتروح ايه جنب اخواتها الاتش يبقى اتش مع ثلاثة اتش يبقى اربعة وبكرة NH4 ودي هنا الكلور معاهم جنبهم على طول NH4Cl. تمام كده يا فاطمة؟ طب مين كده حد كده عنده أي سؤال تاني قبل ما نبدأ في حل التدريبات؟ الله يسلمك يا ليلى. ماشي يبقى خدوا تدريبات الوحدة واجب. ناخد تدريبات الدرس نحلها دلوقتي وتدريبات الوحدة وياخدوها واجب. طيب نبدأ. أول سؤال بصي حليها حليها حتى مع نفسك نضيع مع نفسك لو في سؤال صعب قولي لي عليه لما نحل الواجب نبعته على الاكونت ده. طيب نبدأ. أول سؤال يقول لي اكتب المعادلات الكيميائية اللي تعبر عن التفاعلات التالية ثم بين نوع التفاعل. أول واحد يقول لي احتراق الكربون في جو من الأكسجين. حلو دي، احنا عايزين المعادلة الكيميائية. سي سهلة دي، سي زائد أوتو مش محتاجة حتى وزن في المعادلة. سي زائد اوتو مفيش حاجة اسمها او لوحدها. طبعا عندي على السهم في عندي اللي هو المثلث بتاع الحرارة بقى سي اوتو غاز ثاني اكسيد الكربون. نوع التفاعل ايه نوع التفاعل؟ لا الاول هو تفاعل ايه؟ تحالف مباشر عنصر مع عنصر. تفاعل تحالف مباشر عنصر مع عنصر. طيب انا لازم اقول له الاول ده نوع ايه، اقول له ده تفاعل اتحاد مباشر. طيب اي نوع من انواع التفاعلات الاتحاد المباشر عنصر مع عنصر بس كده. نيجي نشوف التفاعل اللي بعده اتحاد حمض الهيدروكلوريك مع غاز المشادر. نجيب المعادله جاهزه اهي NH3 زائد HCl اديني NH4Cl تفاعل نوع تفاعل اتحاد مباشر مركب مع مركب. طيب رقم ثلاثة اتحاد أول أكسيد الكربون مع الأكسجين. اتحاد أول أكسيد الكربون مع الأكسجين. أيوة 2CO زائد O2 يديني 2CO2 ده تفاعل اتحاد مباشر
عنصر نعم لك. طيب شوف رقم ب بيقول لي ما المقصود بكل من، ما المقصود بكل من. واحد التفاعل الكيميائي هو عبارة عن إيه؟ كسر الروابط الموجودة بين الجزيئات، بين ذرات جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة بين ذرات جزيئات المواد الناتجة. طيب المعادلة الكيميائية، المعادلة الكيميائية يا باشا مجموعة من الرموز والصيغ الكيميائية تعبر عن المواد المتفاعلة والمواد الناتجة من التفاعل وشروط التفاعل الموجودة. طيب السؤال الثاني دلوقتي، يجب أن تكون المعادلة الكيميائية موزونة، إيه بقى السبب؟ كيف يتحقق قانون بقاء المادة؟ برافو عليك يا أسماء، حتى يتحقق المادة. رقم اثنين ماشي يا أحمد، يكون عدد الذرات الداخلة في التفاعل وعدد الذرات الموجودة بالتالي يتحقق قانون بقاء المادة. جميل، تكرم صاحب بيضاء أو تعرض صاحب بيضاء لحمض الهيد الكلوريك المركب مشافش، إيه بقى السبب؟ أشرح لك طيب تكون إزاي كلية الأمام المركب دي من فين؟ لو حصل كذا وكذا هو عبارة عن صاحب بيضاء. أيوه على فكرة احنا بنتكلم على الأمونيوم وليس الألمونيوم، الأمونيوم حاجة والألمونيوم حاجة تانية خالص. ماشي دي المعادلة، دي المعادلة، ده جزء من الشرح بتاع الكلام اللي حصل. قال لها إنها عند تعريض صخرة مبللة بالحمض الهيدروجيني الكلوريد المركب إلى آخره من هذه المصادر، يحدث تفاعل التحايل المباشر بين الحمض الهيدروجيني المركب وآخره من هذه المصادر، وبالتالي تتكون صخب بيضاء كلوريد الأمونيوم. وأجي أكتب المعادلة NH سائل HCl دي NH4Cl. كده أنا كده جاوبت إجابة مظبوطة. أيوة هو مش هشرح له إيه اللي حصل، طب أنت هتقولي تكون كلوريد الأمونيوم، كلمة كلوريد الأمونيوم ده تتكون من فين؟ لا متختصرش، خليك كريم في الإجابة، اشرح له كده بالتفصيل ايه اللي حصل. انا قربت ساعه السبب الحمد لله البريك المركز من اكثر غاز نشاط حصل ما بينهم تفاعل، ايه نوع التفاعل ده؟ تفاعل التحالف المباشر. طب لما هم تفاعل اتكون ايه عندي؟ الامر ده شكله ايه اللي هو الصحب البيضاء، اروح اكتب المعادله. ايوه لازم نكتب المعادله على فكره، المعادله دي بتدعم الكلام اللي انا شرحته كده. طب انا هجاوب. طيب ب اكتب نبذة مختصرة عن نواتج احتراق الوقود وآثارها الضارة على الإنسان والبيئة. خدنا كام حاجة احنا من آثار الضارة؟ عندي أكسيد الكربون، أكسيد الكبريت، أكسيد النيتروجين. ماشي، عندي من أكسيد الكربون خدنا خمسة نوعين، ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون. سيبنا كل واحد فين بيعمل ايه؟ فأنا بينتج من اختراق الفحم الألياف السلوزية، الألياف السلوزية دي الشموز كمان والورق السجاير، أكسيد النيتروجين تسبب تهيج الجهاز العصبي والعين، أكسيد الكبريت دي بتسبب تهيج الجهاز التنفسي وتآكل المنشآت، ثاني أكسيد الكربون بيسبب الاحتباس أو الاحتباس الحراري، أو أكسيد الكربون شديد الخطورة على الإنسان بسبب صداع وإغماء وألم حادة في المعدة وممكن يؤدي إلى الوفاة. يبقى ده الآثار السلبية لنواتج احتراق الوقود. يبقى لما يجي يقول لي احتراق الوقود ما اكتفيش بس بالفحم، لا طب هو ثاني أكسيد الكربون وأكسيد الكبريت والحاجات دي كلها برضه نتيجة من احتراق الوقود. نيجي نشوف السؤال الثالث، بس يقول إذا علمت أن قيمة الكربون اللي هو سي 12 أي لون يزيد كده يا فندم، كتلة الأكسجين اللي هي الأو 16 احسب من نوع كتل المواد الداخلة والنتيجة من التفاعل التالي. الأكسجين 16
16 16 اسم، عشان كده قريته هي في الصفحة مش واضحة. طيب نيجي نحسب كده ايه الكتلة، المواد المواد الداخلة في التفاعل بتساوي كام بقى؟ عندي الكربون 12 زائد الأكسجين 16، عندي 2 أكسجين يبقى هضرب 2 في 16 يبقى هيساوي 12 زائد 32 هيساوي 44. 44 دي كتلة المواد الداخلة في التفاعل. بس كده اكتبها لكم بره. طيب اكسجين او او يا رب يا ركيب الاو بتساوي 16 سي بتساوي 12. طيب نشوف كتلة المواد الناتجة عن التفاعل. كتلة المواد الناتجة عن التفاعل يساوي ايه بقى؟ انا عندي الناتج CO2 اللي هي اسماء CO2 يبقى هعمل ايه؟ عندي C12 زائد 2 في 16 في الفلوس يساوي 12 زائد 32 يساوي 44. طيب بداية في الجامعة في النهاردة نفسها، طب أنا ممكن أوسع لنفسي وآخد خطوتين كده حتى تبقى الإجابة بتاعتي منظمة. أيوة بالظبط كده فاطمة، أنا هما الاتنين هيطلعوا طالما المواد منظومة عندي يبقى كتلة المواد الناتجة هتساوي كتلة المواد الداخلة في التفاعل. طبعا ده قانون لقاء المادة، احنا قلنا المواد هنا بيتحقق فيها قانون لقاء المادة. خلاص كده؟ في أي حاجة صعبة أو أي سؤال الدرس؟ كده احنا خلصنا الوحدة الأولى. معاكم تدريبات الوحدة الأولى تحملوها واجب إن شاء الله. إذا أنا وإياكم إن شاء الله. ماشي. خلاص يا ليلى حصل خير. إن شاء الله معادنا يوم الأربعاء القادم. طيب هجيب لك الرابط بتاعنا على الرابط المسجلة. طيب جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.